الجيش الإسرائيلي يقر بالنقص الكبير بمعداته بعد تضررها في غزة، ويقصف في يوم واحد 40 هدفاً في القطاع. صفقة التبادل المعطلة بسبب عملية استهداف الضيف، بلينكن يضغط والصين تحاول رأب الصدع. الدعم ترد على تصريحات الداخلية السودانية للحدث، الجيش استعان بإرهابيين ومرتزقة. الحزب الجمهوري يرشح ترامب رسمياً لخوض انتخابات الرئاسة، والديمقراطيون ينتقدون نائبه. طيب مشاهدينا، وأهلا بكم في هذه النشرة. إذ قصف الطيران الإسرائيلي منزلا في شارع النفق في مدينة غزة، بينما تسبب قصف مدفعي باستهداف المنطقة الشرقية من حي الزيتون جنوب شرق المدينة. وفي جنوب قطاع غزة أطلق الجيش الإسرائيلي قذائف شرق بلدة القرارة شمال شرقي مدينة خان يونس، كما قصف الجيش الإسرائيلي مناطق سكنية غربي رفح. وفي وسط القطاع أطلق الجيش الإسرائيلي النار على منطقة المغراقة شمال مخيم أنصيرات، كما شن غارات جوية على المنطقة الشمالية في مخيم أنصيرات. اعترف الجيش الإسرائيلي بوجود نقص كبير في الدبابات والآليات جراء تضررها في معارك خاضتها في قطاع غزة، وأوضح الجيش أن هذا الأمر دفعه لعدم استخدامها في هذه المرحلة للقتال أو التدريب، متوقعا عدم إدخال دبابات جديدة إلى الجهاز قريبا. وأكد الجيش الإسرائيلي أن عدد الدبابات المتوفرة في سلاح المدرعات ليس كافيا سواء للمجهود الحربي أو لإجراء التجربة. وعقب الغارات الإسرائيلية على مستشفى ناصر في خان يونس، أكد نائب منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في غزة سكوت أندرسون أنه لا توجد إمدادات كافية، مشيرا إلى أن الهواء مليء برائحة الدماء. كان الهواء مليئا برائحة الدماء، وكان أحد العاملين الصحيين يمسح الدماء على الأرض باستخدام الماء فقط لعدم وجود إمدادات كافية من المواد المطهرة أو مواد تنظيف أخرى لوقف انتشار العدوى. وقد تم علاج العديد من المرضى على الأرض لعدم توفر الأسرة ودون استخدام مطهرات، وهذا يعرض حتى الإصابات القابلة للعلاج للخطر. ورأينا أطفالاً صغاراً مبطوري الأطراف، وأطفالاً مشلولين وغير قادرين على تلقي العلاج لأنهم لا يملكون المعدات في المستشفى. من جانبه وفي منشور له على منصة إكس، رأى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن كل مكان في غزة يعد منطقة موت محتملة، وأشار إلى أن الدمار في غزة غير مفهوم وغير مقبول، معتبرا أنه لا يوجد مكان آمن. ودعا غوتيريش كافة الأطراف إلى إبداء الشجاعة السياسية والرغبة بتحقيق اتفاق. نقلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن مسؤولين إسرائيليين أن مصر وإسرائيل ناقشتا انسحاب الجنود الإسرائيليين من حدود غزة مع مصر. وأكد المسؤولون أن المحادثات مع مصر لسحب القوات الإسرائيلية من الحدود باتت في مرحلة متقدمة. وأضافوا وفقا للصحيفة أن سحب القوات الإسرائيلية من حدود غزة مع مصر سيتم وفق معايير أمنية. وذكرت الصحيفة أن الاتفاق الإسرائيلي مع مصر على سحب القوات الإسرائيلية من حدود غزة يسهل مفاوضات التوصل لاتفاق مع حماس.
هذا فيما كشفت صحيفة هارتس الإسرائيلية أن الاتصالات الخاصة بالتوصل إلى صفقة التهدئة وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس تضررت عاقب محاولة اغتيال القائد العسكري في الحركة محمد الضيف. وأفادت بأن رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي ديفيد برنياع لم يتوجه إلى قطر لاستكمال المفاوضات كما كان مقررا. وأشارت هارتس إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقد اجتماعا مع رئيسي الموساد وجهاز الأمن العام بهدف حل الخلافات الداخلية بشأن الشروط التي وضعها نتنياهو، ومنها منع مرور المسلحين من جنوب القطاع إلى الشمال والسماح بالتواجد الإسرائيلي في محور فيلادلفيا. هذا فيما نقلت مصادر عن حماس بأنها لن تجمد المحادثات، موضحة أن التقدم فيها تأخر وليس كما كان من قبل. هذا فيما أبلغ فريق التفاوض الإسرائيلي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن حماس لن توافق على أي هدنة ما لم تنص على انسحاب الجيش الإسرائيلي من محور فيلادلفيا وعودة السكان إلى شمال غزة. وأكدت هيئة البث الإسرائيلية التي نقلت الخبر أن نتنياهو مصر على رفض مطلبي الانسحاب وعودة النازحين، مؤكدا أن الجيش يعمل على توسيع محور فيلادلفيا لمنع عمليات تهريب الأسلحة من مصر إلى القطاع. وفي السياق، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر أن الوزير أنتوني بلينكن التقى بمستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هانجبي ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر. وأكد الوزير بلينكن التزام واشنطن الراسخ بأمن إسرائيل. وفي الوقت نفسه، على أهمية التوصل إلى اتفاق يضمن إطلاق سراح الرهائن ويخفف معاناة الشعب الفلسطيني. وأكد بلينكن على الحاجة إلى ضمان توصيل المساعدات والحد من خسائر المدنيين، كما طالب بتجنب المزيد من التصعيد على الحدود الإسرائيلية اللبنانية والتوصل إلى حل دبلوماسي يسمح للعائلات الإسرائيلية واللبنانية بالعودة إلى ديارها. وتأتي زيارة المسؤولين الإسرائيليين قبل أيام من زيارة سيقوم بها نتنياهو إلى واشنطن، وسيلقي خلالها في 24 يوليو كلمة أمام الكونغرس بمجلسيه. قال قياديان في حركة حماس وحركة فتح لرويترز إن الفصائل الفلسطينية ستعقد محادثات وحدة وطنية في الصين في يوليو الجاري في محاولة لحل الانقسامات العميقة. واجتمعت الحركتان في الصين في أبريل الماضي لمناقشة جهود المصالحة وإنهاء الانقسامات السياسية المستمرة منذ 17 عاما. وتأتي هذه اللقاءات وسط تصاعد التوتر بين الحركتين بسبب الحرب المستمرة بين حماس وإسرائيل. وأشارت نيويورك تايمز إلى أن المحاولات السابقة للتوسط بين الطرفين فشلت في تحقيق نتائج ملموسة، موضحة أن الصين لن تتخلى عن رأب الصدع بين الطرفين، حيث من المتوقع أن يلتقي وزير الخارجية الصيني بالفصائل الفلسطينية في 21 يوليو ثم مرة أخرى في 23 منه. أصيب 3 مستوطنين بجروح طفيفة جراء عملية إطلاق نار استهدفت المركبة التي كانوا يستقلونها بالقرب من تقاطع رامين شرقي طول كرم. ووفق الإعلام الإسرائيلي فإن منفذ عملية إطلاق النار تمكن من الانسحاب من موقع العملية. استهدف حزب الله اللبناني بعدد من الصواريخ منطقة كريات شمونة ضمن عدد من العمليات العسكرية التي نفذها ضد مواقع عسكرية إسرائيلية. وأفاد مراسل الحدث بأن القبة الحديدية اعترضت عددا من هذه الصواريخ فوق الأراضي اللبنانية.
أفادت مصادر أمنية لرويترز بأن 3 مدنيين قتلوا وأصيب 3 آخرون في غارة إسرائيلية على مبنى في بلدة بنت جبيل جنوب لبنان. وأعلن الجيش الإسرائيلي أن طائرات مقاتلة قاصفت في جنوب لبنان منشأة لتخزين أسلحة تابعة لحزب الله في منطقة بنت جبيل ومنشأة عسكرية أخرى للحزب في كفر كلا. أعلنت جماعة الحوثي اليمنية أنها استهدفت 3 سفن من بينها ناقلة نفط في البحر الأحمر والمتوسط بصواريخ بالستية وطائرات مسيرة. وأوضحت أنها استهدفت السفينة بنتلي في البحر الأحمر بمسيرات وصواريخ بالستية، كما استهدفت ناقلة النفط كاسيوس لاين في البحر الأحمر بزورق موجه. وأفاد الحوثيون باستهدافهم السفينة أوليفيا في البحر المتوسط، فيما أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت بلاغا عن تعرض سفينة لهجوم بقارب مسير على بعد 97 ميلا بحريا شمال غربي مدينة الحديدة اليمنية، ما تسبب ببعض الأضرار. نفذت القوات المسلحة اليمنية 3 عمليات عسكرية نوعية وعلى النحو التالي: الأولى نفذتها القوات البحرية والقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير بعدد من الزوارق والطائرات المسيرة والصواريخ البالستية، استهدفت سفينة بنتلي آي في البحر الأحمر. العملية الثانية استهدفت سفينة شيوس لايون النفطية في البحر الأحمر بزورق مسير، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة بفضل الله. العملية الثالثة نفذتها القوات المسلحة اليمنية بالاشتراك مع المقاومة الإسلامية العراقية في البحر الأبيض المتوسط، واستهدفت سفينة أولفيا وحققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله. أعلن مركز الأمن البحري في سلطنة عمان انقلاب ناقلة نفط ترفع علم جمهورية جزر القمر المتحدة على بعد 25 ميلا بحريا جنوب شرقي رأس مدركة في ولاية الدقم. وأشار المركز في منشور على إكس إلى أنه تم تفعيل عملية البحث والإنقاذ بالتنسيق مع الجهات المعنية دون ذكر تفاصيل أخرى بشأن الناقلة. وفي رد على تصريحات وزير داخلية السودان للحدث، أكدت قوات الدعم السريع أن الجيش السوداني استعان بمجموعات إرهابية للقتال معه في الحرب الحالية، متهما في بيان قيادة الجيش بموالاة الإخوان. وخلال مقابلة مع الحدث، كشف وزير الداخلية السوداني خليل باشا سيرين أن السلطات السودانية ألقت القبض على أكثر من 100 شخص ينتمون لـ3 تنظيمات إرهابية قبل اندلاع الحرب، مؤكدا أن الإغراءات المالية سبب التحاق العناصر الإرهابية بقوات الدعم السريع. قبض واعتقال أكثر من 100 من العناصر المنتمية لتنظيمات الإرهابية، ويمكن لها حوالي 3 تنظيمات إرهابية، وليس داعش لوحده، داعش والقاعدة وحركة حسم. يعني وضعوا السجون، ومنهم من تحاكم ومنهم من كان تحت الانتظار للمحاكمة، إلى أن قامت هذه الحرب اللعينة المفروضة على السودان بواسطة الميليشيا المتمردة، وتم إطلاق يعني سراحهم، ويمكن جزء منهم تم تجنيدهم يعني في قوات الدعم السريع، ويحاربون السودان الآن، يعني هم موجودين في أوساطهم. وطبعا الانضمام للميليشيا بيتم يمكن بإغراءات مالية أو لأهداف بالتواجد من خلال يعني مجموعات الميليشيا، دي فرصة بالنسبة لهم للحصول على أسلحة وذخائر وربما استخدامها في أغراضهم الخاصة. يعني طبعا الدعم الميليشيا الدعم السريع عبارة عن مظلة، يعني ممكن يكونوا متواجدين فيها ليس لتحقيق أهداف
الميليشيا ربما يمكن لأهداف أخرى. أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف أن نحو 50,000 شخص لجأوا إلى ولاية القضارف شرقي السودان، فيما سجل مركز للنازحين وصول ما لا يقل عن 400 طفل. هذا فيما تتوقع سلطات الولاية وصول المزيد من النازحين في الأيام المقبلة. حتى الآن تم تسجيل 400 طفل هنا وهم يتلقون العديد من الخدمات بما في ذلك الدعم العقلي والنفسي. كما رأينا فإن العديد من هؤلاء الأطفال والأسر يفتقدون أحباءهم هنا. نحن نقوم أيضا بعدد من الأنشطة الترفيهية لدعم الأطفال وتخفيف صدمة النزوح. لقد كانت رحلة طويلة. المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أعلنت عن ترحيل أكثر من 2600 لاجئ سوداني من الكرموك الإثيوبية إلى منطقة أورا في إقليم بني شنغول قمز الإثيوبي. وقال ممثل مفوضية اللاجئين في إثيوبيا إنه عقد اجتماعا مع الحكومة المحلية لضمان إدراج اللاجئين في خدمات التعليم والصحة والمياه والصرف الصحي في منطقة أورا، مشيرا إلى دعوات للحصول على الدعم لتعزيز الخدمات المحلية. وأوضح المسؤول الأممي أن عمليات الترحيل ستشمل أكثر من 10,000 لاجئ إلى المنطقة المتاخمة للسودان والتي تأوي أكثر من 20,000 لاجئ. أعربت 14 دولة من بينهم الإمارات والمغرب والأردن وموريتانيا وتشاد في بيان مشترك عن بالغ قلقهم بشأن الأمن الغذائي في السودان والمخاوف بشأن خطر المجاعة والتأثيرات الوخيمة للوضع المتدهور على سلامة المدنيين. واعتبر البيان المشترك أن تفاقم انعدام الأمن الغذائي في السودان يمثل تحديا إنسانيا كبيرا. وطالب البيان الأطراف المتحاربة بالسماح وتسهيل المرور السريع والآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية للمدنيين وتسهيل التوفير العاجل للتأشيرات وتصاريح السفر المطلوبة للعاملين في المجال الإنساني والإمدادات الأساسية. أصبح دونالد ترامب رسمياً المرشح الرئاسي الجمهوري بعد حصوله على العدد الكافي من أصوات المندوبين في المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري. وفي أول ظهور له بعد محاولة اغتياله ظهر ترامب في مؤتمر الحزب الجمهوري في ميلواكي وهو يضع ضمادة على أذنه. جاي ترامب. ترامب اختار السيناتور جي دي فانس من ولاية أوهايو لتولي منصب نائب رئيس الولايات المتحدة في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية، معتبرا أن قراره جاء عن قناعته بأن فانس هو الشخص الأنسب لهذا المنصب.
اتهم الرئيس الأمريكي جو بايدن جيمس ديفيد فانس الذي اختاره دونالد ترامب مرشحا لمنصب نائب الرئيس في حملته الرئاسية، اتهمه بأنه يحابي الأثرياء. هذا وشدد بايدن في منشور على منصة إكس أن فانس وترامب يريدان زيادة الضرائب على أسر الطبقة المتوسطة مع تعزيز التخفيضات الضريبية للأغنياء، في حين نددت حملة بايدن بفانس ووصفته بأنه متطرف وينكر نتيجة انتخابات عام 2020 ويدعم حظر الإجهاض على مستوى البلاد. إلى ذلك جدد الرئيس الأمريكي جو بايدن الدفاع عن قراره المضي في السباق الرئاسي رغم تقدمه في السن. وأشار بايدن في مقابلة أجرتها معه شبكة NBC التلفزيونية إلى أنه يكبر دونالد ترامب بثلاث سنوات فقط، وأنه يتمتع بقدرات عقلية جيدة. ورأى بايدن أنه حقق في غضون 3.5 سنوات ما لم يحققه أي رئيس آخر منذ فترة طويلة، مؤكدا عزمه على أن يخوض في سبتمبر المقبل مناظرة ثانية مع منافسه. وأشار بايدن إلى أنه غير متأكد ما إذا كان إطلاق النار على ترامب سيغير مسار الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل. أفادت شبكة CBS نيوز الأمريكية أن وزارة الأمن الداخلي ومكتب التحقيقات الاتحادي FBI ما زالا قلقين بشأن احتمال وقوع أعمال عنف لاحقة أو انتقامية في أعقاب محاولة اغتيال ترامب. وفي الختام مشاهدينا أقدر متابعتكم ونلقاكم بعد قليل مجددا، إلى اللقاء. حقيقية في ليبيا، هم لا يريدون انتخابات، لا يريدون للشعب الليبي أن ينتخب رئيس. هل يستطيع رقاء المشهد في ليبيا الاتفاق دون وسيط؟ جمود سياسي وفشل في لم شمل الفرقاء. الفرقاء الليبيين تحكمهم مصالح. حل للأزمة السياسية لا يبدو قريبا على الإطلاق. هل الحل كان بأن تتجه الأمم المتحدة بحل حكومة الدبيبة؟ كل الأجسام السياسية الموجودة في ليبيا تعمل بشرعية الأمر الواقع. هل فوجئت باستقالة باتيلي أم كان هذا الأمر متوقعا؟ أين الاجتماعات الليبية الليبية؟ الفشل الأول هو مسؤولية الأطراف الليبية. لماذا يفشل الجميع في حل الملف الليبي ولماذا يهرب الجميع؟ رحى حروب لا تتوقف تحطم كل شيء، تاركة خلفها ذاكرة ورماد وحكايات يرويها من بقي منهم لكي تبقى شاهدة على المكان والزمان والإنسان. ما بين الجيش الإسرائيلي وعناصر القسام. كيف تبدو الأجواء على الحدود الشمالية لإسرائيل؟ نتحدث عن 5 انفجارات كانت في سماء بئر السبع. ما الذي يصل من مساعدات من الجانب المصري عبر المعبر؟ شاهدنا هذه الصواريخ وهي تنطلق إلى العمق الإسرائيلي. هناك مشهد دموي باستمرار سقوط الضحايا الفلسطينيين. فهل الناس يدركون إلى أين يمكن أن يذهبون ويحتمون؟ 7 عمليات عسكرية حتى الساعة أعلن عنها حزب الله. لا زالت الغارات الإسرائيلية تتواصل. سقطت عدد من القذائف. هناك اشتباكات قوية جدا في شرق خان يونس. هناك تخوف واضح من حدوث مجاعات إنسانية في هذه المنطقة. هذه العائلات تنتظر ما ستعود إليه الساعات القادمة. وهذا يشير إلى أن التصعيد على ما يبدو لن ينتهي. كيف يتم التعامل مع كل هذه الأعداد الهائلة من النازحين؟ ماذا لو قيل لك
أنك تعايش الآن أحداثاً لم ترها البشرية من قبل، أخباراً غيرت مسار التاريخ وشكلت وبعثرت ورسمت قصصاً وحكاية. احنا اليوم لنكتة ثالثة، تهجير ثالث. ماذا لو قيل لك إنك تشهد على مرحلة زمنية سيكون لها أثر على أجيال قادمة لعشرات السنين؟ أنت الآن تتابع الأخبار، تشاهد أحداثاً عالمية وهي تتشكل من حولك. تابع الحدث لحظة حدوثه. تدخل اليوم حرب السودان عامها الثاني. هذه الحرب اللعينة وقعت على رؤوس المدنيين السودانيين وقتلتهم وشردتهم. من الضروري جدا أن يتم الارتقاء إلى حجم المعاناة الكارثية. الأزمة الآن تنحدر إلى الدرك الأسفل، انحيازات غبلية، قتل بناء على الهوية. 90% ممن يواجهون مستويات الطوارئ من الجوع في السودان محاصرون في مناطق القتال الدائر. حضرتك تقول أن قوات دعم السريع متعاونة بموضوع إيصال المساعدات، فيما الجيش غير متعاون؟ بكل تأكيد الدعم السريع متعاون. قوات الدعم السريع ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. هذه الحرب أكدت وحشية الطرفين، بعدها يكون السودان أو لا يكون. هل هناك أي بوادر لأي خارطة طريق يتم القبول بها من جانب الطرفين؟ الدقة، الموضوعية والسرعة في نقل الأحداث كما هي مهمة أخذناها على عاتقنا منذ البداية الأولى، ولأننا نعيش في عالم التحولات السريعة كنا دائماً في قلب الأحداث بحثاً عن الكلمة والمعلومة. نحن هنا لنقل وتوثيق وتحليل ما يدور على الساحات الإقليمية والدولية. الحدث، حيث يلتقي الواقع والإبداع في العرض والتحليل على مدار الساعة. يصعب على الأطفال أن يصفوا واقعهم، أوجاعهم، أن يدركوا ماذا حدث ولماذا حدث وكيف حدث. يتعرض معظم سكان الأرض لتقلبات جوية، حيث الأعاصير والزلازل وارتفاع درجات الحرارة فتسببت بوفاة وتهجير الملايين وأضرار اقتصادية هائلة. ففي كل لحظة هناك أناس يواجهون التغير المناخي في بقعة ما من هذا الكوكب، فنحن لا نقف عند آثار ذلك عليهم، بل نحاول جاهدين أن نبحث في كيفية إيجاد الحلول لمواجهة هذه الأزمة العالمية مع الخبراء والمختصين. The climate crisis is spiraling out of control. خلف عناوين الأخبار الكبيرة، انعكاسات تؤثر على حياة الناس بإيقاع الحياة اليومية وفي كل شارع وحي. نرصد لكم القضايا المحلية، تفاصيل دقيقة تعكس الواقع، الفساد، الفقر وعناوين كثيرة، نحلل ونفصل. أحداث صامتة، غائبة أو مغيبة، مع بداية خيوط الحدث ستجدنا هنا في مكانك وزمانك. الحدث في مكانك، السبت 11:30 صباحا بتوقيت غرينتش على شاشة الحدث.
الجيش الإسرائيلي يقر بالنقص الكبير بمعداته بعد تضررها في غزة، ويقصف في يوم واحد 40 هدفاً في القطاع. صفقة التبادل معطلة بسبب عملية استهداف الضيف. بلينكن يضغط والصين تحاول رأب الصدى. الدعم ترد على تصريحات الداخلية السودانية للحدث. الجيش استعان بإرهابيين ومرتزقة. والحزب الجمهوري يرشح ترامب رسمياً لخوض انتخابات الرئاسة، والديمقراطيون ينتقدون نائبه. أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا، وأهلا بكم مجددا في هذه النشرة. إذ قصف الطيران الإسرائيلي منزلا في شارع النفق في مدينة غزة، بينما تسبب قصف مدفعي باستهداف المنطقة الشرقية من حي الزيتون جنوب شرقي المدينة. وفي جنوب قطاع غزة أطلق الجيش الإسرائيلي قذائف شرق بلدة القرارة شمال شرقي مدينة خان يونس، كما قصف الجيش الإسرائيلي مناطق سكنية غربي رفح. وفي الوسط أطلق الجيش الإسرائيلي النار على منطقة المغراقة شمال مخيم نصيرات، كما شن غارات جوية على المنطقة الشمالية في مخيم نصيرات. اعترف الجيش الإسرائيلي بوجود نقص كبير في الدبابات والآليات جراء تضررها في المعارك التي خاضها جنوده في قطاع غزة، وأوضح الجيش أن هذا الأمر دفعه لعدم استخدامها في هذه المرحلة للقتال أو التدريب، متوقعا عدم إدخال دبابات جديدة إلى الجهاز قريبا. وأكد الجيش الإسرائيلي أن عدد الدبابات المتوفرة في سلاح المدرعات ليس كافيا سواء للمجهود الحربي أو لإجراء التجربة. وعقب الغارات الإسرائيلية على مستشفى ناصر في خان يونس، أكد نائب منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة في غزة سكوت أندرسون أنه لا توجد إمدادات كافية، مشيرا إلى أن الهواء مليء برائحة الدماء. كان الهواء مليئا برائحة الدماء، وكان أحد العاملين الصحيين يمسح الدماء على الأرض باستخدام الماء فقط لعدم وجود إمدادات كافية من المواد المطهرة أو مواد تنظيف أخرى لوقف انتشار العدوى. وقد تم علاج العديد من المرضى على الأرض لعدم توفر الأسرة ودون استخدام مطهرات، وهذا يعرض حتى الإصابات القابلة للعلاج للخطر. ورأينا أطفالاً صغاراً مبطوري الأطراف، وأطفالاً مشلولين وغير قادرين على تلقي العلاج لأنهم لا يملكون المعدات في المستشفى. من جانبه وفي منشور له على منصة إكس، رأى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن كل مكان في غزة يعد منطقة موت محتملة، وأشار إلى أن الدمار في غزة غير مفهوم وغير مقبول، معتبرا أنه لا يوجد مكان آمن. ودعا غوتيريش كافة الأطراف إلى إبداء الشجاعة السياسية والرغبة بتحقيق اتفاق. كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن الاتصالات الخاصة بالتوصل إلى صفقة التهدئة وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس تضررت عقب محاولة اغتيال القائد العسكري في الحركة محمد الضيف. وأفادت بأن رئيس جهاز الموساد لم يتوجه إلى قطر لاستكمال المفاوضات كما كان مقرراً.
وأشارت هارتس إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقد اجتماعا مع رئيسي الموساد وجهاز الأمن العام بهدف حل الخلافات الداخلية بشأن الشروط التي وضعها نتنياهو، ومنها منع مرور المسلحين من جنوب القطاع إلى الشمال والسماح بالتواجد الإسرائيلي في محور فيلادلفيا. هذا ونقلت مصادر عن حماس بأنها لن تجمد المحادثات، موضحة أن التقدم فيها تأخر وليس كما كان من قبل. نقلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن مسؤولين إسرائيليين أن مصر وإسرائيل ناقشتا انسحاب الجنود الإسرائيليين من حدود غزة مع مصر، وأكد المسؤولون أن المحادثات مع مصر لسحب القوات الإسرائيلية من الحدود بينهما باتت في مرحلة متقدمة، وأضافوا وفقا للصحيفة أن سحب القوات الإسرائيلية من حدود غزة مع مصر سيتم وفق معايير أمنية. وذكرت الصحيفة أن الاتفاق الإسرائيلي مع مصر على سحب القوات الإسرائيلية من حدود غزة يسهل مفاوضات التوصل لاتفاق مع حماس. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر أن وزير الخارجية أنتوني بلينكين التقى بمستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هانجبي ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، وأكد بلينكين التزام واشنطن الراسخ بأمن إسرائيل وفي الوقت نفسه أهمية التوصل إلى اتفاق يضمن إطلاق سراح الرهائن ويخفف معاناة الشعب الفلسطيني. وأكد بلينكين على الحاجة إلى ضمان توصيل المساعدات والحد من الخسائر المدنية، كما طالب بتجنب المزيد من التصعيد على طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية والتوصل إلى حل دبلوماسي يسمح للعائلات الإسرائيلية واللبنانية بالعودة إلى ديارها. وتأتي زيارة المسؤولين الإسرائيليين قبل أيام من زيارة سيقوم بها نتنياهو إلى واشنطن، وسيلقي خلالها في 24 يوليو كلمة أمام الكونغرس بمجلسيه. قال قياديان في حركة حماس وفتح لرويترز إن الفصائل الفلسطينية ستعقد محادثات وحدة وطنية في الصين في يوليو الجاري في محاولة لحل الانقسامات العميقة. واجتمعت الحركتان في الصين في أبريل الماضي لمناقشة جهود المصالحة وإنهاء الانقسامات السياسية المستمرة منذ نحو 17 عاما. وتأتي هذه اللقاءات وسط تصاعد التوتر بين الحركتين بسبب الحرب المستمرة بين حماس وإسرائيل. وأشارت صحيفة نيويورك تايمز إلى أن المحاولات السابقة للتوسط بين الطرفين فشلت في تحقيق نتائج ملموسة، موضحة أن الصين لن تتخلى عن رأب الصدع بين الطرفين، حيث من المتوقع أن يلتقي وزير الخارجية الصيني بالفصائل الفلسطينية في 21 يوليو ثم مرة أخرى في 23 منه. أصيب 3 مستوطنين بجروح طفيفة جراء عملية إطلاق نار استهدفت المركبة التي كانوا يستقلونها بالقرب من تقاطع رامين شرقي طول كرم. ووفق الإعلام الإسرائيلي فإن منفذ عملية إطلاق النار تمكن من الانسحاب من موقع العملية. تشهد القرى الحدودية في جنوب لبنان هدوءا حذرا بعد غارات إسرائيلية استهدفت مجرى نهر الليطاني بالقذائف الفوسفورية. الهدوء جنوبي لبنان سبقه تصعيد ليلي بعد مقتل 3 أشخاص في غارة استهدفت منزلا في بنت جبال. وأعلن بيان لحزب الله مقتل 2 في الغارة، مشيرا إلى أن غارة أخرى استهدفت منزلا ليلا في حولة دون وقوع إصابات.
أفادت مصادر أمنية لرويترز بأن ثلاثة مدنيين قتلوا وأصيب ثلاثة آخرون في غارة إسرائيلية على مبنى في بلدة بنت جبيل جنوب لبنان. وأعلن الجيش الإسرائيلي أن طائرات مقاتلة قصفت في جنوب لبنان منشأة لتخزين أسلحة تابعة لحزب الله في منطقة بنت جبيل ومنشأة عسكرية للحزب أيضا في كفر كلا. أعلنت جماعة الحوثي اليمنية أنها استهدفت ثلاث سفن من بينها ناقلة نفط في البحر الأحمر والبحر المتوسط بصواريخ وطائرات مسيرة. وأوضحت أنها استهدفت السفينة بنتلي في البحر الأحمر بمسيرات وصواريخ باليستية، كما استهدفت ناقلة النفط كاسيوس لاين في البحر الأحمر بزورق موجه. وأفاد الحوثيون باستهدافهم السفينة أوليفيا في البحر المتوسط، فيما أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت بلاغا عن تعرض سفينة لهجوم بقارب مسير على بعد 97 ميلا بحريا شمال غربي مدينة الحديدة اليمنية، ما تسبب ببعض الأضرار. نفذت القوات المسلحة اليمنية ثلاث عمليات عسكرية نوعية وعلى النحو التالي: الأولى نفذتها القوات البحرية والقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير بعدد من الزوارق والطائرات المسيرة والصواريخ البالستية. استهدفت سفينة بنتلي آي في البحر الأحمر. العملية الثانية استهدفت سفينة شيوس لايون النفطية في البحر الأحمر بزورق مسير، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة بفضل الله. العملية الثالثة نفذتها القوات المسلحة اليمنية بالاشتراك مع المقاومة الإسلامية العراقية في البحر الأبيض المتوسط، واستهدفت سفينة أولفيا وحققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله. أعلن مركز الأمن البحري في سلطنة عمان انقلاب ناقلة نفط ترفع علم جمهورية جزر القمر المتحدة على بعد 25 ميلا بحريا جنوب شرقي رأس مدركة في ولاية الدقم. وأشار المركز في منشور على إكس إلى أنه تم تفعيل عملية البحث والإنقاذ بالتنسيق مع الجهات المعنية دون ذكر تفاصيل أخرى بشأن الناقلة. وفي رد على تصريحات وزير داخلية السودان للحدث، أكدت قوات الدعم السريع أن الجيش السوداني استعان بمجموعات إرهابية للقتال معه في الحرب الحالية، متهما في بيان قيادة الجيش بموالاة الإخوان. وخلال مقابلة مع الحدث، كشف وزير الداخلية السوداني خليل باشا سايرين أن السلطات السودانية ألقت القبض على أكثر من 100 شخص ينتمون لثلاث تنظيمات إرهابية قبل اندلاع الحرب، مؤكدا أن الإغراءات المالية سبب التحاق العناصر الإرهابية بقوات الدعم السريع. قبض واعتقال أكثر من 100 من العناصر المنتمية للتنظيمات الإرهابية، ويمكن لحوالي 3 تنظيمات إرهابية، وليس داعش لوحده، داعش والقاعدة وحركة حسم. يعني وضعوا السجون، ومنهم من تحاكم ومنهم من كان تحت الانتظار للمحاكمة، إلى أن قامت هذه الحرب اللعينة المفروضة على السودان بواسطة الميليشيا المتمردة، وتم إطلاق يعني سراحهم، ويمكن جزء منهم تم تجنيدهم يعني في قوات الدعم السريع، ويحاربون السودان الآن، يعني هم موجودين في أوساطهم. وطبعا الانضمام للميليشيا بيتم يمكن بإغراءات مالية أو لأهداف بالتواجد من خلال يعني مجموعات الميليشيا، دي فرصة بالنسبة لهم للحصول على أسلحة وذخائر وربما استخدامها في أغراضهم الخاصة. يعني طبعا الميليشيا الدعم السريع عبارة عن مظلة، يعني ممكن يكونوا متواجدين فيها ليس لتحقيق أهداف الميليشيا، ربما ممكن لأهداف أخرى.
أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف أن نحو 50,000 شخص لجأوا إلى ولاية الجدارف شرقي السودان، فيما سجل مركز للنازحين وصول ما لا يقل عن 400 طفل. هذا فيما تتوقع سلطات الولاية وصول المزيد من النازحين في الأيام المقبلة. حتى الآن تم تسجيل 400 طفل هنا وهم يتلقون العديد من الخدمات بما في ذلك الدعم العقلي والنفسي. كما رأينا فإن العديد من هؤلاء الأطفال والأسر يفتقدون أحباءهم هنا. نحن نقوم أيضا بعدد من الأنشطة الترفيهية لدعم الأطفال وتخفيف صدمة النزوح. لقد كانت رحلة طويلة. المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أعلنت عن ترحيل أكثر من 2600 لاجئ سوداني من الكرموك الإثيوبية إلى منطقة أورا في إقليم بني شنغول قمز الإثيوبي. وقال ممثل مفوضية اللاجئين في إثيوبيا إنه عقد اجتماعا مع الحكومة المحلية لضمان إدراج اللاجئين في خدمات التعليم والصحة والمياه في منطقة أورا، مشيرا إلى أن دعوات للحصول على الدعم لتعزيز الخدمات المحلية. وأوضح المسؤول الأممي أن عمليات الترحيل ستشمل أكثر من 10,000 لاجئ في المنطقة المتاخمة للسودان والتي تأوي أكثر من 20,000 لاجئ. هذا وأعربت 14 دولة من بينهم الإمارات والمغرب والأردن وموريتانيا وتشاد في بيان مشترك عن بالغ قلقهم بشأن الأمن الغذائي في السودان والمخاوف بشأن خطر المجاعة والتأثيرات الوخيمة للوضع المتدهور على سلامة المدنيين. واعتبر البيان المشترك أن تفاقم انعدام الأمن الغذائي في السودان يمثل تحديا إنسانيا كبيرا. وطالب البيان الأطراف المتحاربة بالسماح وتسهيل المرور السريع والآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية للمدنيين وتسهيل التوفير العاجل للتأشيرات وتصاريح السفر المطلوبة للعاملين في المجال الإنساني والإمدادات الأساسية. أصبح دونالد ترامب رسمياً المرشح الرئاسي الجمهوري بعد حصوله على العدد الكافي من أصوات المندوبين في المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري. وفي أول ظهور له بعد محاولة اغتياله، ظهر ترامب في مؤتمر الحزب الجمهوري في ميلواكي وهو يضع ضمادة على أذنه. جاي ترامب. قرر ترامب اختيار السناتور جي دي فانس من ولاية أوهايو لتولي منصب نائب رئيس الولايات المتحدة في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية، معتبرا أن قراره جاء عن قناعة بأن فانس هو الشخص الأنسب لهذا المنصب.
الرئيس الأمريكي جو بايدن اتهم المرشح لمنصب نائب الرئيس جيمس ديفيد فانس، اتهمه بأنه يحابي الأثرياء. هذا وشدد بايدن في منشور على منصة إكس أن فانس وترامب يريدان زيادة الضرائب على أسر الطبقة المتوسطة مع تعزيز التخفيضات الضريبية للأغنياء، في حين نددت حملة بايدن بفانس ووصفته بأنه متطرف وينكر نتيجة انتخابات عام 2020 ويدعم حظر الإجهاض على مستوى البلاد. إلى ذلك جدد الرئيس الأمريكي جو بايدن الدفاع عن قراره المضي قدما بالسباق الرئاسي رغم تقدمه في السن. وأشار بايدن في مقابلة أجرتها معه شبكة NBC التلفزيونية إلى أنه يكبر دونالد ترامب بثلاث سنوات فقط، وأنه يتمتع بقدرات عقلية جيدة. ورأى بايدن أنه حقق في غضون ثلاث سنوات ونصف ما لم يحققه أي رئيس آخر منذ فترة طويلة، مؤكدا عزمه على أن يخوض في سبتمبر المقبل مناظرة ثانية مع منافسه. وأشار بايدن إلى أنه غير متأكد ما إذا كان إطلاق النار على ترامب سيغير مسار الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل. أفادت شبكة CBS نيوز الأمريكية أن وزارة الأمن الداخلي ومكتب التحقيقات الاتحادي FBI ما زالا قلقين بشأن احتمال وقوع أعمال عنف لاحقة أو انتقامية في أعقاب محاولة اغتيال ترامب. وفي ختام هذه النشرة مشاهدينا، أقدر متابعتكم. أنا رولا الخطيب، والحدث دائما لحظة بلحظة. إلى اللقاء. We'll be right back.